السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هنا إن شاء الله نتحدثوا على واحد الحلقة اللي هي فريدة من نوعها، وهي دواء أو علاج تصمغ الأذن، اللي هو في الحقيقة هي عبارة عن جرب وتصمغ الأذن بالمجان، يعني علاج بالمجان. هل العلاج هذا راه أول مرة غادي نحطه على القناة ديالي إن شاء الله، وأول مرة على اليوتيوب. كاع الناس اللي كيخافوا من التصمغ، اللي مربين ديال الارانب كيخافوا من تصمغ الاذن. اسمه هو تصمغ الاذن، وهو واحد القشره كتكون في الاذن ديال الارنب. هذه القشره الا بغى المربي يحيدها غير يعني يقشرها، كتؤدي للموت الارنب. علاش؟ لان كيتجرح من ودنه، لان ديك القشره كتكون لاصقه مع اللحم، وكتبقى هذاك يعني الجرح كيبقى يلتهب وكيتعاود عاوتاني دا قشره فوق منه، وكتلتهب الاذن. وحقا انا ما عنديش هذا المشكل هذا، ولكن بغيت نعرف الناس بان الحل راه كاين وسهل. الحل اسمه هو وهو في الحقيقه الا بغيتو تشريو كتشريو هاد الرشاشه اللي ديما كنهضر عليها، سميتها بلو دو ميثيلان. هاي بلو دو ميثيلان، هاد الرشاشه كاينه كدير 35 درهم، كاين اللي كتجي غاليه لان هي خدامه، يعني كترشها واحد جوج رشاشات في الاذن ديال الارنب. هي زرقاء بحال دايره بحال المداد، كتخدم ولكن الثمن ديالها شويه غالي، 35 درهم هي يعني خدامه 100% اللي كتخدم. وانما كاين المربين اللي كيقول لك انا ما فيش في الاستطاعه ديالي انني ندير هاد 35 درهم. واخا اسمه هو الحل سهل وبسيط. انا غادي نهضر على زيت المائده. انا درقت هاد الزيت، يعني الاسم ديالها حاولت ندرقه باش ما نديرش اشهار شي زيت. هي عموما زيت المائده كما بغات تكون، بحال الاخوان ديالنا المصريين او الاخوان ديالنا الجزائريين ولا سوريا ولا تونس، كلهم يقدروا يديروا زيت وحده اللي ديال المائده اللي كتستعمل. كاين ما بين يعني بلد وبلد كتكون واحد الاختلاف في الاسماء. انا كنقول زيت المائده، زيت المطبخ العاديه هي اللي غادي تستعمل. حاولوا انكم هذه الرشاشه هذه دبروا اما رشاشه بحال هذا الشكل، ولا ديك الرشاشه ديال الضوء الحمار، او ممكن تقدروا ديروها غير بواحد القطنه هذيك الزيت، وتكبوها في الاذن ديال الارنب. واحد السيد دار بحال هذه الرشاشه هذه، كان الضوء ديال الحمار، خواها كامله وعمرها شويه بالزيت، الزيت العاديه ديال المائده، وكيرش هكا جوج رشات فين في الاذن ديال الارنب. ملي كيرش في الاذن ديال الارنب، هذاك التصمغ الاذن مع المده كيبقى يرطاب. مع المده كونوا متاكدين اخواني ان هذاك الزيت كترطب هذاك القشره اللي كاينه في عند الارنب، وكي يبرى منها. اذا اسمو كيوقع ان هاد البلود ميثيلان هو كي اذا كما قلنا ان هذا البلود ميثيلان اسمه كيدير، هو في الحقيقه المره الاولى ملي كديروه الارنب كيبقى ينفض ودنيه بواحد الشكل، يعني بحال اللي كتحكوا ديك الجهه ديال يعني التصمغ اللي عنده. ومع المده هذا البلود ميثيلان كيرطب هذاك الجرح وكيسدو وكيداويه. اما الزيت العاديه يعني الزيت المائده، انا قلت لكم بلا ما نذكروا الاسماء الزيت ديال شي شركه ولا، حنا غادي نهضروا على الزيت المائده عامه. وهي انتم كما كتشوفوا، انتم كاع الدول راه عندهم نفس الزيت اللي كيتحط للطياب. انا غادي نكب واحد شويه وغادي تشوفوه بعينيكم. انتم هاد الزيت هادي عاديه راه هي اللي كداوي، لان هانتوما هادي الا مشيت تدرسوها في الاذن ديال الارنب، يعني ديك القشره اللي كتكون فيه، هي اما ديروها بواحد القطنه ودهنوا بها هذيك المنطقه، او ممكن انكم ديروا رشاشه
وديروا فيها هذا الزيت هذه وترشوا في وسط الاذن وكونوا متاكدين النهار الاول الثاني الثالث غادي يبدا يحيد هذاك الشيء لان الناس ممكن يوقع له كيبدا يرطب هو هذا الزيت كترطبوا لان شحال الناس القدامين سمو كانوا كيديروا بالنسبه للتسلخات التسلخات اللي كتجي الانسان ما بين الفخذين كيديروا غير الزيت العاديه كونوا متاكدين ان هذا الزيت راه كترطب هذيك التسلخات كذلك تصمغ الاذن راه بالتجربه واحد السيد كان عنده هذا المشكل ديال تصمغ الاذن في واحد الارنبه ام وكان خايف عليها انه غادي يسرح لها في الجسد ديالها كامل ولكن منين دار هذا الزيت يعني دارها بحال هذه الرشاشه هذه دارها في الرشاشه ورشها يعني الارنب في الاذن ديالها نهار الاول الثاني الثالث هذاك التصمغ ما بقاش كونوا متاكدين بلا ما تقشروا بيديكم ولا ديروا شي حاجه تبقاو تقشروا لا غير رشوا واحد جوج رشات في الاذن الاذن اللي مصابه وهاد الطريقه هذه راه كتصلح لتصمغ الاذن فقط اما بالنسبه للجراب راه عندي فيديو اخر اللي درنا فيه زيت العود مع اتشي هذاك راه الناس شكرونا على هاد الفيديو راه جاب واحد النسبه عاليه من المشاهدات وفعلا راه خدام كذلك هذا الفيديو ان شاء الله راه غادي ينال الاعجاب ديالكم يعني الجرب الخاص بالاذن يعني تصمغ الاذن راه خدامه هذه الطريقه 100% اذا الى عجبكم الفيديو الناس اللي مازالكم ما شاركوش معنا يشاركوا معنا تكيو على زر جيم باش تساندونا وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقه المقبله.